مواعيد كتيرة نطر اللبناني لتشكيل الحكومة الجديدة، وبعد كل موعد كانت الخيبة عم تكبر والأمل عم يقل ببناء دولة بمفاهيم بعيدة عن مبدأ المحاصصة السائد من يوم الاستقلال. من مواعيد آخر الأسبوع والسبت والأحد يلي كلنا منذكرها لمواعيد مرتبطة بأحداث وأعياد، قبل العقوبات على حزب الله وإيران، قبل عيد الاستقلال، قبل القمة العربية الاقتصادية، كلها تواريخ سمعناها لتشكيل الحكومة وجديد المواعيد بعد رأس السنة. عضو اللقاء التشاوري النائب قاسم هاشم نفى باتصال مع النشرة الأخبار المتداولة عن ترحيل الحكومة لل 2019، وأكد أن الأسبوع الجاي حيكون حاسم بهالملف. هنالك اتصالات واجتماعات ستحصل خلال الأيام القادمة، نعتقد طبعا أنه على أساسها وعلى أثرها سيتم تحديد رؤية وفكرة معينة لطرحها بشكل واضح أمام الجميع للبحث في أسسها للوصول إلى تفاهم. هنالك ضرورة للإسراع بتشكيل الحكومة، هنالك أقرار من الجميع بأن الحكومة أكثر من ضرورة بهذه المرحلة. نعتقد أنه نحن أمام أسبوع حاسم الأسبوع القادم قبل نهاية الشهر، حدود الأقصى مفترض أن تكون الأمور أخذت مداها للوصول إلى فكفكة هذه العقدة وإيجاد حل. مصدر رفيع المستوى بحزب الله أكد للنشرة أن الحزب مش رح يدخل بلعبة الوقت، وأضاف الأطراف السياسية أخذت وقتها بالتفاوض لحل بيع العقد، وعلى هالأساس التهويل بتأجيل التأليف لبعد رأس السنة ما بيشكل عامل ضغط على حزب الله. وتابع المصدر: الحل مش عنا بل عند رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إذا بكرة وافق على تمثيل السنة المستقلين تنحل العقدة وبتتشكل الحكومة. وعن مسعى وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، قال المصدر أنه ملامحه ونتائجه بعدها مش واضحة بالنسبة للحزب. بدوره مصدر مقرب من الحريري قال للنشرة أنه الرئيس المكلف قدم تضحيات كبيرة ومش مستعد يتنازل عن مقعد وزاري إضافي، وأشار إلى أنه الحل ممكن يكون عند رئيس الجمهورية. وبالوقت يلي ابتعد فيه باسيل عن التصريح العلني بخصوص تطورات المفاوضات يلي عم يخوضها، أكدت مصادر حركة أمل أنه رئيس مجلس النواب نبيه بري قدم اقتراحات حلول لباسيل ليساعدوه بمهمته، وأشارت إلى أنه بري فضل يخلي اقتراحاته بعيدة عن الإعلام. يبدو أنه كل فريق عم يرمي طابة العقدة على ملعب التاني من دون تسجيل أي هدف بمرمى التأليف. فهل بيكون هالأسبوع مصيري وبيحسم رئيس الجمهورية النتيجة؟ نادر عز الدين، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.